إن مناط وجود المؤسسة الأمنية هو خدمة المواطنات والمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين وضمان ولوجهم لمختلف الخدمات الشرطية. ومن هذا المنطلق تعمل مصالح الأمن على مكافحة ومواجهة جميع السلوكيات والأفعال التي تمس بإحساس الأفراد بالأمن، سواء تعلق الأمر بأفعال مادية أو بممارسات تستغل الفضاء الرقمي في ارتكاب جرائم والتحريض عليها أو الإشادة بها. وإذا كان الأمن في الأصل منفعة جماعية، فهو أيضا التزام مشترك يتطلب مساهمة كل واحد منا في إرسائه، سواء بالتوعية والتحسيس أو التبليغ عن الجرائم والتهديدات المحدقة بمجتمعنا ووطننا. ولتدعيم أمننا الجماعي، طورت الفرق التقنية التابعة لمصالح الأمن الوطني منصة إبلاغ، وهي منصة تفاعلية جديدة على شبكة الأنترنت التي ستمكن الجميع من الإبلاغ على أي محتويات رقمية تشجع على العنف والجريمة واستغلال القاصرين، أو تتضمن إشادة بالإرهاب والتحريض على ارتكابه، أو تنطوي على عناصر تكوينية لمختلف الجرائم. وتسمح هذه المنصة التفاعلية لمستخدم شبكة الأنترنت أن يبلغ في أي وقت وانطلاقا من أي دعامة إلكترونية عن كل محتوى رقمي مشكوك فيه أو يحرض على ارتكاب جرائم واعتداءات جسدية أو إرهابية، ويساهم بذلك في تدعيم أمننا الجماعي. كما تضمن هذه المنصة التفاعلية إبلاغ حماية مثلى للمعطيات الشخصية للشخص المبلغ، سواء على مستوى معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو على مستوى احترام رغبته في عدم الكشف عن هويته عند القيام بعملية التبليغ.